لا يزال العقار الاقتصادي عقبة أمام الراغبين في الاستثمار وتوسعة مشاريعهم، ما دفع بالوزارة الوصية إلى منح الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أحقية التسيير من أجل إرساء أكثر شفافية وسرعة في تجسيد المشاريع الاستثمارية، وذلك عبر مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية. مشروع قانون تحديد كيفية منح العقار الاقتصادي لقي استحسانا من قبل المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في الاستثمار وتوسعة مشاريعهم وفق التوجه الاقتصادي الذي تهدف له الحكومة. ونظن باللي خطوة كبيرة اللي احنا كمستثمرين شفنا انه راح تكون فيها تسهيلات، لانه القرارات كانت كاينه في المستقبل ولكن يعني لي تيكست دابليكاسيون يعني الشروط الى اخره ثم كانت فيها تعقيدات. اليوم رانا نشوفوا باللي التسهيلات راهي كبيره ورانا متفائلين انه هذه المره ان شاء الله راح تكون فيها يعني نتيجه نشوفوها في الميدان، مؤسسات جديده تخرج، لانه اليوم انا عندي مشاريع راني حاب نديرهم. المشكل الوحيد اللي بقى لي هو لو تيران، لو كان نصيب التيران العام الجاي نبدا في الاستثمارات تاعي. اذا ان شاء الله انا عندي راني متفائل انه بحكم التوجه تاع رئيس الجمهوريه لدعم الاستثمار والمنتوج الوطني رانا شفناه في الاعوام اللي جازت. نظن باللي الا زدنا رحنا وحلينا المشكل تاع العقار راح يكون فيه استثمار كبير. المقاربه الجديده لكيفيه منح العقار الاقتصادي من شأنها اليوم معالجة طلبات الحصول على العقار الاقتصادي مع ضمان متابعة ومرافقة المستثمرين الذين يستفيدون من إطار أكثر تحفيزا لخلق استثمارات حقيقية للصالح العام قبل الخاص.